تختلف شعارات المرشحين وتختلف أسباب ترشحهم. من بين المرشحين من هم من أصحاب رؤوس الأموال، ويستغرب كثيرون أسباب ترشحهم وانخراطهم في العمل السياسي، ولكن يبدو أن البعض يبحث عن الحصانة النيابية. لائحة زحل الهوية مكملين مع معهد روم كاثوليك ميشيل ظاهر. ميشيل جورج ظاهر مرشح التيار الوطني الحر في زحل، ظهر على الناس إعلاميا في دعاية لشركة بطاطا ماستر التي يمتلكها. عندي كتير شركات حول العالم، بس ماستر أحبهم لقلبي. يفتخر ميشيل ظاهر بامتلاكه شركات عدة حول العالم، من بين هذه الشركات شركة للتداول المالي وهي ماستر كابيتال جروب، وهو ملاحق بدعاوى مالية للاشتباه به بالاحتيال وإساءة الأمانة مع علمه بالأمر في دعوى مرفوعة ضده من سامر جميل. أنا حطيت وديعة مع الأستاذ ميشيل ظاهر، حصل تقلبات في الأسواق. ميشيل ظاهر استولى على المبلغ 1,742,000 دولار ب 15/1/2015 ونقلوا لحساب نقل هالمبالغ لحساباته الخاصة. قرارات عدة من هيئة الأسواق المالية التي يترأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامي تقضي بضرورة تسوية الخلاف مع المدعي، لكن ظاهر لم يلتزم، والمبلغ المتنازع عليه يصل إلى أكثر من 2.5 مليون دولار. أصدرت هيئة الأسواق المالية اللي بيرأسها سعادة حاكم مصرف لبنان مش قرار، أربع قرارات بيبين المخالفات تبع الأستاذ ميشيل ظاهر. قبل الوقوف عند ادعاء النيابة العامة المالية على ظاهر، شبهة أخطر بكثير تحوم حول الرجل، وهو ما تناولته جريدة الأخبار عن ارتباط اسمه بملف التعامل المالي مع شركة يعد ظاهر أحد مالكيها وكان لها فرع في إسرائيل، وهيئة مقاطعة العدو قدمت إخبارا بحقه. ما بيقدر ميشيل ظاهر يقول ما بعرف، ما بيقدر يقول المصاري ما إلى ريحة وكل الشركات الأمريكية فيها يهود بين متزوجين. قصة ما إلها علاقة باليهود، اليهود مواطنين مثلهم مثل غيرهم. عم نحكي عن العدو الإسرائيلي، عن واحد خدم بالجيش الإسرائيلي بسلاح المدرعات تحديدا. المدعي العام المالي علي إبراهيم ادعى على ميشيل جورج ظاهر وابنه وشركته لمخالفة تنظيم مهنة الوساطة المالية ومخالفة قانون النقد والتسليف والاحتيال وإساءة الأمانة مع علمهم بالأمر. هل يجوز أنه يكون شخص مثل الأستاذ ميشيل ظاهر عنده كل هالشبهات عليه، وحتى لو بعده ما انحكم يترشح ليفوت على الندوة البرلمانية؟ هيدا السؤال بطرحه أنا. بعد كل هذه المعطيات كان لابد من إعطاء الرجل حق الرد، ولأنه يعلم أن ما نملك لا رد مقنعا عليه، فكان الاتهام والتهديد. هذا حرف حكي إذا مدفوعكم الجديد بشوي السمعة خير. لا بدك تسمح لي عم تتهمني أنت اتهام. الله أنا عزيزي، أنا صحافي عم بعطيك حق الرد. إذا هذا الموضوع بكون قطوع على التلفزيون ما بسمح لك. عمال معروف ما فيك تحكي معي حبيبي. خلص لا يعني ما بدك ترد على الموضوع. يعني يتكلم الرجل من موقع القوي، كيف لا وهو لم يحضر جلسة استجواب أرجئت إلى 21 من أيار، أي بعد تسلم المجلس النيابي الجديد مهامه، وبالتالي تكون الحصانة النيابية قائمة، وربما يكون الأمر محض صدفة. تحددت جلسة للأستاذ ميشيل ظاهر لأنه هو بجلسة 5/2 هو ما نزل على الجلسة، فتأجلت الجلسة للمصادفة ب 21/5/2018 اللي هو بعد يوم واحد من دخوله للندوة البرلمانية. فأنت بتخاف وبتقول إذا ما في حساسية بلبنان اليوم لو واحد شارك إسرائيلي أمتى بده يكون في حساسية؟ بس يفوت على مجلس النواب ويصير عليه حصانة. بين الاحتيال والتعامل المالي مع العدو الإسرائيلي، مرشح يطرح نفسه بشعار التغيير، وبعيدا من وعوده الانتخابية بالتغيير، أمر أكيد سيتغير لصالحه إذا أصبح في البرلمان، وهو أن يمتلك حصانة تحميه من المحاسبة على ارتكاباته. هادي الأمين، قناة الجديد.